العميد فارس ابن الفنان قصيخولي في أول صورة واضحة له ومع والدته ورأي الفنان قصيخولي في الفنان محمد رمضان. أهلا بكم، نجل الفنان قصيخولي العميد فارس ظهر لأول مرة بملامح واضحة نسبيا بصورة مميزة نشرتها له والدته مديحة الحمداني عبر حسابها على انستغرام، حيث ظهر الطفل ببدلة فضاء، بينما تفاعل والده النجم السوري قصيخولي مع الصورة وتمنى من الله بأن يحمي ابنه ويحرسه. التونسية مديحة الحمداني زوجة النجم السوري قصيخولي شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام بصورة جديدة لنجلها العميد فارس، حيث ظهر الطفل وهو يرتدي بدلة فضاء وكالة ناسا وهو يتناول طبقا من الحلويات، وبدت ملامحه واضحة نسبيا، حيث تعتبر المرة الأولى التي تكشف فيها والدته عن ملامحه بهذا الشكل. وعلقت التونسية مديحة الحمداني رائد فضائي الصغير. بينما تفاعل والده الفنان قصيخولي مع الصورة وتغزل بابنه وكتب قائلا في خانة التعليقات: يؤبرني رائد الفضاء، الله يحميك ويحرسك يا نور عيوننا. وتفاعل الجمهور مع اللقطة المميزة لنجل الفنان قصيخولي والتي أظهرت ملامحه نسبيا، وتغزلوا بجماله وبراءته متمنين بأن يحميه الله ويبقى في حضن أسرته. وخلال الفترة الماضية نشرت مديحة الحمداني عدد من مقاطع الفيديو لنجلها ترصد جانب من يومياته، لكنها حرصت على إخفاء ملامح وجهه. بينما لاقت الفيديوهات تفاعلا واسعا من والده الفنان قصيخولي. مديحة الحمداني زوجة الفنان السوري قصيخولي. مديحة الحمداني زوجة الفنان السوري قصيخولي. وعلى الصعيد الفني لم يشارك الفنان قصيخولي في أي أعمال درامية ضمن موسم دراما رمضان 2022، وذلك بعدما خرج مسلسله من إلى من الخريطة الدرامية في اللحظات الأخيرة لعدم اكتمال التصوير، وتم تأجيل عرضه لشهر مايو المقبل. مسلسل من إلى من تأليف بلال شحادات وإخراج مجدي سميري، ويلعب بطولته فاليري أبو شقرة ومجموعة من الممثلين، وتنتجه شركة صباح إخوان. وقبل أيام قليلة نشر الفنان قصيخولي كواليس التحضير لشخصية وزير التي أداها في مسلسل بارانويا توتر عالي، كاشفا لجمهوره كيفية استعانته بالشعر المستعار الأحمر. يذكر أن آخر عمل للفنان قصيخولي في رمضان الماضي مسلسل 2020 مع النجمة نادين نجيم، حيث لاقى العمل نجاحا كبيرا. مديحة الحمداني وابن الفنان قصيخولي. ومؤخرا وصف الممثل قصيخولي الفنان محمد رمضان بأنه ظاهرة موجودة على الساحة الفنية، لذلك لا يمكن لأي شخص أن يغفل عنها، بخاصة أنه استطاع إثبات نفسه بقوة. وأضاف الفنان قصيخولي أنه كان من الأشخاص الأوائل الذين تنبؤوا بنجومية الفنان محمد رمضان، معلقا بالقول: كنت متواجدا في مصر في لقاء مصور، بخاصة أنه استطاع إثبات نفسه وبقوة.
وطلب مني ذكر عدد من النجوم الذين أتوقع لهم مستقبلا واعدا في عالم التمثيل، فذكرت اسم الفنان المصري محمد رمضان. وتابع الممثل السوري قصي خولي في تصريحات تلفزيونية أن ذكره لاسم محمد رمضان لم يعجب بعض الحاضرين. ما دفعه إلى الدخول في نقاش معهم والتأكيد على أن هذا الرجل سيثبت للجميع أنه نجم عربي. كما أوضح الفنان قصي خولي أن محمد رمضان هو من الأشخاص الذين يستطيعون حمل اسم الممثلين خارجياً. معلقاً بالقول: مهنتنا ما شرط الكل يتفق عليها، ولكن هذا لا ينكر نجاح هذا الرجل، ولا يمكن لأحد أن ينكر اجتهاده ونجوميته الكبيرة. أن ينكر اجتهاده ونجوميته الكبيرة والتي استطاع تحقيقها في وقت قصير. وأكد الفنان السوري قصي خولي أن محمد رمضان برهن للجميع أنه حالة استثنائية على الساحة العربية، إذ لم يستطع أن يسبقه إليها أحد. واعتبر بعض المتابعين أنه لا يمكن لأي ممثل آخر أن يتحلى بجرأة الفنان قصي خولي الذي قال الحقيقة كما هي وأنصف زميلا ينافسه على الساحة الفنية. العميد فارس ابن الفنان السوري قصي خولي.